اجتماع مجلس الأمن اليوم حول جمهورية إفريقيا الوسطى والذي حضره الرئيس فوستين توادورا، كان من المفترض أن يناقش الوضع الأمني في هذا البلد، خاصة بعد إعلان توادورا وقف إطلاق النار أحادي الجانب وفرص السلام والمصالحة في هذا البلد، إلا أن هذا الاجتماع لم يخلو من الاتهامات الموجهة ضد روسيا ومجموعة فاغنر العسكرية التي اتهمتها كل من الولايات المتحدة، بريطانيا وفرنسا خلال جلسة مجلس الأمن أنها تنهب ثروات إفريقيا الوسطى وترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان. طبعا الجانب الروسي من جهته خلال هذه الجلسة رد بأنه جمهورية إفريقيا الوسطى تحتاج إلى جيش قوي وإلى تقوية الجيش، وليس فقط إلى بيانات من قبل مجلس الأمن والأمم المتحدة. لذلك روسيا تساهم في جمهورية إفريقيا الوسطى بمجموعة من المستشارين الذين سماهم المندوب الروسي بالمستشارين العسكريين. أيضا اليوم تم الحديث عن المصالحة الوطنية في هذا البلد، خاصة بعد مؤتمر إرساء السلام الذي عقد مؤخرا في منطقة البحيرات الكبرى. طبعا نتابع حاليا تصريحات مجلس الأمن على رأسه رئيس مجلس الأمن الذي يقف خلفي حول هذا الموضوع، وسنوافيكم في باقي النشرات بآخر المستجدات. كارولينا.